السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لكن واش ربينا عليهم الكبدة وربينا عليهم الرية وربينا عليهم الطيحان وربينا الفواد ديالنا ربينا على الفلوس. فهاد بنادم ملي كتجي ليه الفلوس كيبدا يترعب. تجيه النظري كيف جالس كننظر عليكم دابا أولياء الله الصالحين. تجيه الحق في الفلوس يأديه لك. بل منهم من صار ينطق بكلام كفري عياذا بالله. عن سيد ربي ديك الساعة نتحاسبوا وكأنه يكذب بيوم الدين. الناس اللي مخالطين في السوق يعاودوا لكم. كيتقال هادشي في السوق أجدي أيوب ولا ما كيتقالش هادشي في السوق؟ كيتقال ربي الله وسير دابا عطيني اتساع حتى عن سيد ربي خذها. قال لك يصحاب زعما عن سيد ربي راه غيديروا لي مراجعة ضريبية ويحيدوا لي واحد 50% يعطوها الآخر. والله تتخلص شحمة شوالك على ظهرك بالتفلية هذه. راه اليوم عند ربك بألف سنة مما تعدون. يعني نص نهار ديال العافية عن سيد ربي ب 500 سنة. حط يدك فوق البوطة وسول لي على 500 سنة كي غدوزها.